ده بنقول بالجرام. ده موعد القياس. الورق شغال في مجال ايه؟ انا شغال سكيورتي. سكيورتي كده؟ كده. حد دخل تضربه؟ الله يا عم، اخر ما واحد يعني عملت معاه موقف كده؟ لا، ما عنديش موقف مع اي حد الحمد لله، الناس كلها طيبه مبتسمه والتعامل طيب. نوثق هذا كتاب لا تحزن للدكتور عائد القرن، وابشر ان الله يحبك. نعم، ابشر ان الله يحبك. يسأله من في السماوات والارض، كل يوم هو في شأن. اذا اضطرب البحر وهاج الموج وهبت الريح وحدث الابتلاء، قل دائما يا الله. إذا وقعت المصيبة وحلت النكبة وجثمت الكارثة، نادي بأعلى صوتك يا الله. إذا بارت الحيل وضاقت السبل وانتهت الآمال وتقطعت الحبال، نادوا يا الله. بركة شوية، هو عنده مية على المخ وعامله له ضمور في الأعصاب. طب أنت قاعد هنا على طول بقى ولا قاعد هنا على طول يا فندم؟ أنت بتخرج لوحدك ولا لا؟ لا، ما بقدرش أخرج، أخويا اللي بيخرجني يا باشا. والله إحنا قلنا نخش في البابة كده والناس سهرانة عايزين نشوف المنظر كده من ورا، نقول كل سنة وأنتم طيبين. أنتوا الراجل ده بتحبوه ولا إيه؟ مش عارف ده أخويا. أنا عاوز أسأل سؤال وحد يجاوب. مين ياخد الجايزة؟ شعبان. إحنا في رمضان، مين ياخد الجايزة؟ مين ياخد الجائزة؟ فين شعبان؟ اهو البطل اهو. طب صلوا على النبي. على السلامة. سقفوا له. يعني شعور حلو الحارة المصرية، كويس إن إحنا نيجي هنا. وجاي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 1:30. ما بتناموش ولا إيه؟ لا ما بننامش. أنت بتنام الساعة كام أنت؟ بنام الساعة 6 الصبح. 6 الصبح؟ أه. مين اللي بيخدمه بقى؟ بعد الفجر. أنت متجوز؟ أنا متجوز، هو عيالي في البيت. قاعد معاك في أوضة يعني ولا إيه؟ أه، في بيت أمي القديم هنا. طب هو إيه مشكلته؟ عاوزين له إيه طيب؟ هو أنا مقدم له على، قدمت له على المعاش وقدمت له على الورق وقدمت له على الحاجات دي كلها، بس هو لسه ما عملش حاجة. يعني بقى لنا فترة من 2018 لحد دلوقتي. يعني طب نقول يا رب، احنا هنا في قلب الشارع المصري، الناس الطيبة، وشايف الفرحة. شعبان اللي احنا في نص رمضان جايين هنا في قلب امبابة. سؤالنا كنا بنسأله وحدة قياس الورق، هل هي المعون وبتساوي 516 ورقة ولا بالمتر ولا بالكيلومتر؟ 1 2 3 المعون بتساوي 516 ورقة، ده واحد، ولا بالمتر ولا بالكيلومتر؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 1 يا سعادة الباشا. طب عاوز كله يجاوب ورا ايه؟ 1 ولا 2 ولا 3؟ 1. انا كان نفسي اكسبه لكن ممكن اجي لكم تاني، معلش. مش بتقعدوا كل يوم هنا؟ 1. زعلتوا ولا ايه؟ لا. كان نفسي يكسب شعبان اللي عنده 34 سنة، بس هم جاوبوا غلط. اعمل ايه؟ يكسب؟ يكسب. وعد قياس الورق هي المعون وبتساوي 516 ورقة. فعلا شعبان بيكسب معانا. بدر الجيد سيد الرئيس تكسب الجايزة، مبروك. انت فرحت قبل كده؟ لا يا باشا، والله العظيم أول مرة تفرح ولا إيه؟ والله العظيم أول مرة في حياتي، أول مرة في عمري أفرح بحياة سيدنا النبي. بص كده على الجايزة، بص عليها. إيه دي؟ دي فلوس. اللهم صل على سيدنا. جايلك من عند إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. تحمد ربنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فرحنا زور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله يسترها معاك ويرزقك ويخليك لعيالك يا رب. تقول ايه لسياده الرئيس؟ انا بشكر سياده الرئيس وبقول له ربنا يخليك لينا، لان مصر اتعمرت على ايده ومصر بقت امان على ايده. نعم، إن الله يحبك، أبشر. لكل مبتلى، إذا ضاقت عليك الأرض بما رحبت وضاقت عليك نفسك بما حملت، فاهتف يا الله.
إليه يصعد الكلم الطيب والدعاء الخالص والهاتف الصادق والدمع البريء. اللهم إنك عفو حليم كريم تحب العفو فاعف عنه. الله أحسن الأسماء وأجمل الحروف وأثمن الكلمات. قال تعالى: هل تعلم له سمية؟ الله الله تمتد إليه الأكف في الأسحار والأيدي في الحاجات والأعين في الملمات والأسئلة في الحوادث. اللهم لا تجعل بليتنا في ديننا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. باسمه تجدو الألسن وتستغيث وتلهج وتنادي، وبذكره تطمئن القلوب. لا إله إلا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبذكره تسكن الأرواح وتهدأ المشاعر وتبرد الأعصاب ويثوب الرشد ويستقر اليقين. الله لطيف بعباده. إذا قلت يا الله فإذا الغنى والبقاء والقوة والنصرة والعز والقدرة والحكمة. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وإذا قلت يا الله فإذا اللطف والعناية والغوث والمدد والود والإحسان، وما بكم من نعمة فمن الله. الله ذو الجلال والعظمة والهيبة والجبروت. اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوى وجزاء الحسن سرورا وعند الخوف أمنا. اللهم أبرد لاعج القلب بثلج اليقين واطفئ جمر الأرواح بماء الإيمان. يا رب ألقي على هذه العيون الساهرة نعاسا أمنة منك، وعلى النفوس المضطربة سكينة، وأثبها فتحا قريبا. يا رب اهدي حيار البصائر إلى نورك، والزائغين عن السبيل إلى هداك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اللهم اذهب عنا الحزن أو الحزن، وأزل عنا الهم، وأطرد من نفوسنا القلق. شاهدنا منذ ثواني جبر الخواطر.